أهني زملائي اللي فازوا بهذه الجائزة، وكذلك أشكر اللجنة المنظمة على هذا الحفل الرائع وعلى الحضور المميز اليوم. كذلك أحب أن أشكر زملائي في السفارة ووزارة الخارجية، وخاصة وزارة الخارجية الأوكرانية لما تلقاه من دعم مستمر، وجميع الوزارات والحكومة الأوكرانية. أود أن أوضح أن العلاقة المتطورة بين الإمارات وأوكرانيا وصلنا إلى حد نتفاخر به، وذلك تطور العلاقة في جميع المجالات، إن كان المجالات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. كذلك أوضح أن هنالك أكثر من 13,000 أوكراني يقيم في الإمارات، وأكثر من 200,000 زائر في عام 2018. عام 2019 مثل ما تم التنبيه به هو عام التسامح في دولة الإمارات. أتمنى أن التسامح يسود أوكرانيا ويسود العالم أجمع، وشكراً.